السلام عليكم، كيف حالكم يا أطفالي الحلوين؟ هل أنتم بخير؟ أريد أن أسألكم اليوم سؤالاً، من منكم يحب قراءة القصص؟ جميل، ممتاز، أنا أحب أن أقرأ القصص أيضاً. درسنا اليوم في مادة الرياضيات للصف الأول بعنوان قصص الجمع، فسننطلق اليوم في حكاية في مادة الرياضيات. سنتعلم في هذا الدرس قصصاً عن الجمع بالضم، اتفقنا؟ هيا هيا لنبدأ. انظروا إلى الصورة التي أمامكم. سنحكي قصة عن الطيور، ولكن أريد منكم أن ترفعوا أصابعكم بمقدار عدد الطيور التي سأذكرها في القصة، اتفقنا؟ كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ثلاثة طيور حمراء جميلة على غصن تقف فوق غصن الشجرة. إذن تقف الآن مجموعة من الطيور فوق الغصن، عددها؟ نعم، 1، 2، 3، فثلاثة طيور تقف فوق غصن الشجرة. وبعد وقت قليل انضمت إلى هذه المجموعة مجموعة أخرى من الطيور. كم عددها؟ جاء أولاً الطائر الأول، وجاء بعدها الطائر الثاني، فأصبح الآن عدد الطيور التي انضمت إلى غصن الشجرة؟ نعم، 2، أحسنتم، فكان هناك ثلاثة طيور وانضم إليهما بعد ذلك طائران أو عصفوران، فأصبح عدد الطيور، أحسنتم، 5 طيور، ممتاز. أروني الأصابع، هل هذا 5؟ نعم، 5 طيور، أحسنتم، ممتاز. إذن في نهاية القصة أصبح عدد الطيور على الغصن 5 طيور. هيا الآن دعونا نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد. كان يا مكان، كان هناك 3 طيور، 1، 2، 3. بعد ذلك انضم إليهما طائران، فأصبح العدد 2. دعونا نعد الآن، نبدأ العد من العدد 3، 3، 4، 5، أحسنتم، فأصبح المجموع 5 طيور، أحسنتم. لننتقل إلى القصة التالية، انظروا إلى الصورة جيدا. نعم، إنها سلحفاة، مجموعة من السلاحف. هل بإمكانكم الآن أن تخبروني أنتم بقصة جميلة؟ فأنا أشعر بالنعاس. هيا أحكي قصة جمع عن السلاحف، ولا أنسى أن أرفع يدي وأصابعي عندما أحكي هذه القصة، أرفعها بمقدار عدد السلاحف. نعم، إذن لديكم الآن دقيقتان، أريد منكم الإجابة عن التمرين 1 في الكتاب صفحة 126. هيا.
جميلة. وأنت؟ يا سلام، أنا أشعر بالنعاس. هيا هيا، هل انتهيتم؟ إذن دعونا الآن نحكي هذه القصة لأصدقائنا. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك 5 سلاحف فوق الجزيرة، وهم نيام. 1، 2، 3، 4، 5، أحسنتم. ولكن كان هناك سلحفاة نشيطة جاءت لأصدقائها. هيا هيا استيقظوا. فجاءت إلى الجزيرة وانضمت إليهم. فكان على الجزيرة كما قلت 5 سلاحف، وانضمت إليهم سلحفاة أخرى تريدهم أن يستيقظوا من النوم. فقالت لهم هيا استيقظوا يا أصدقاء. كانت سلحفاة واحدة، نعم، فانضمت معهم سلحفاة واحدة تريد أن تلعب. فخمسة سلاحف وسلحفاة انضمت لهم، فأصبح العدد، يا سلام، أصبح العدد 6. هيا لنتأكد. 1، 2، 3، 4، 5، 6. ممتاز. إذن أصبح العدد الكلي للسلاحف 6 سلاحف. ممتاز، 6 سلاحف. إذن هل بإمكانكم الآن أن تعدوا معي على خط الأعداد؟ نريد أن نحكي هذه القصة على خط الأعداد. خط الأعداد هنا في هذه الصورة يبدأ من الصفر وينتهي بالعدد 6. نعم، هيا لنبدأ. كان يا مكان، كان هناك على الجزيرة 5 سلاحف. لنعد. 1، 2، 3، 4، 5. ممتاز. وانضمت إليهم سلحفاة واحدة. نبدأ العد من العدد 5. 5، 6. ممتاز. انظروا الآن قصة أخرى. نعم، عصافير. أحكي قصة جم عن العصافير وأرفع أصابعي بمقدار عدد العصافير التي تحكونها في القصة. هيا. نعم، لديكم دقيقتان للإجابة عن التمرين 2 في الكتاب صفحة 126. لا تنسوا كتابة العدد الكلي للعصافير. هل أكملتم؟
هيا لنحكي القصة، فأنا متشوقة لأستمع لقصصكم. أخبرني؟ نعم، قصتك جميلة وأنت؟ نعم، يا سلام، لديكم إبداع وخيال واسع. إذن كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك سوس 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 ثلاثة عصافير فوق، نعم، يقفون فوق الزهور. واحد، اثنان، ثلاثة. وجاء صديقهم العصفور الآخر، وس 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 وس، أصدقائي مرحبا. فجاء عصفور آخر، فعند الزهور ثلاثة عصافير. انضم لهم عصفور واحد، فأصبح العدد عصفور واحد، وأصبح العدد، نعم أحسنتم، لنتأكد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ممتاز. فأصبح العدد الكلي أربعة عصافير. صفقوا لأنفسكم، قصصكم رائعة. إذن أربعة عصافير، هل كتبتم العدد الكلي؟ ممتاز، ضعوا لأنفسكم وجها ضاحك، إتقان في الحل. إذن هيا هيا لنحكي قصتنا على خط الأعداد. الخط الأعداد هنا يبدأ من الصفر وينتهي بالعدد أربعة. كم عصفور كان فوق الزهور؟ نعم أحسنتم، واحد، اثنان، ثلاثة، ممتاز. وانضم عصفور آخر، واحد. نبدأ العد من الثلاثة، ثلاثة، أربعة، يا سلام، فأربعة عصافير. ها 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 ها، من هذا؟ نعم الثعلب المكار. هل تصدقون الثعلب؟ لقد خدع صديقنا الغراب في قصة الثعلب والغراب وأكل الجبنة. نعم أنا لا أحبه. أحكي قصة جم عن الثعالب، ولا تنسوا رفع أصابعكم بمقدار عدد الثعالب التي تحكونها في القصة، ولا تنسوا كتابة العدد الكلي للثعالب. أجيبوا عن التمرين ثلاثة في الكتاب صفحة 127. دقيقتان وأنا أستمع للقصة والحكاية. نعم جميل رائع. إذن هيا لنحكيها مع بعضنا البعض. إذن كان هناك
ثعلبان يريدان أن يزورا صديقهما. يأتيان وهم يضحكون يريدان أن يخبراهما بأنهما اصطادوا أرنباً. تصرف خاطئ. إذن الثعلب الأول، الثعلب الثاني، 1، 2، ثعلبان يمشيان. وهناك نعم، مرحباً مرحباً يا أصدقاء، يرحبان بهم. فهناك 1 و2، ثعلبان آخران انضما معهما في المغارة. نعم، يريدان ربما أن يتحدثا عن الأرنب. إذن أصبح المجموع الآن عندما اجتمعوا على مائدة الطعام أو في المجلس حتى يتناقشوا، كم أصبح العدد؟ نعم، أحسنتم، 1، 2، 3، 4، أحسنتم، فأصبح العدد الكلي للثعالب 4 ثعالب. جميل، 4 ثعالب، هل كتبتمون بهذا الشكل؟ أداؤكم ممتاز، هل تستطيعون الآن أن تحكوا القصة على خط الأعداد؟ أنا أعرف أنتم عباقرة. خط الأعداد هنا يبدأ من 0 وينتهي بالعدد 4 لنحكي القصة. كان يا مكان، ممتاز، أحسنتم، 1، 2، وبعد ذلك؟ نعم، جميل، نبدأ بنا العدد 2 إذن. نعم، وانضم إليهما ثعلبان فيصبح 3، 4. إتقان إتقان، عجيب. غزالة، غزالة جميلة، نعم، في المنطقة العشبية، انظروا لها. أحكي الآن قصة جمع عن الغزلان، ولا أنسى أن أرفع أصابعي بمقدار عدد الغزلان التي أحكيها، والأهم الأهم أكتب العدد الكلي بشكل صحيح. أجيب عن التمرين 4 في الكتاب صفحة 127. دقيقة. من يستطيع أن يخبر المعلمة فاطمة بقصة؟ جميل، أنا فخورة بكم. إذن هيا لنبدأ، سأحكي القصة. كان يا مكان، في قديم الزمان، كان هناك غزال يأكل العش، إنه يشعر بالجوع. وجاء صديقه، ماذا تأكل اليوم على الغداء يا صديقي؟ نعم، غزال واحد يأكل العشب، وجاء غزال آخر واحد أيضا،
فانضم معه غزال آخر ليأكل معه العشب على طعام الغداء، فأصبح المجموع 1 و2. نعم، فأصبح العدد الكلي للغزلان 2. أحسنتم، 2. هل كتبتم العدد بشكل صحيح؟ ممتاز. إذن هيا نعود على خط الأعداد. خط الأعداد هذه المرة قصير جدا، يبدأ من الصفر وينتهي بالعدد 2. هيا لنبدأ. الغزال الأول 1. نعم، أكملي. أحسنتي، 2. ممتاز. إذن العدد الكلي للغزلان 2. ممتاز. فراشات جميلة، فراشات ملونة مثل أميرات الصغار. إذن هل تستطيعون أن تحكوا لي الآن قصة جمع عن الفراشات؟ نعم، أريد منكم أن ترفعوا أصابعكم بمقدار عدد الفراشات التي تحكونها. هيا يا أولاد يا أبطال، أريد منكم الآن أن تحكوا قصة للفراشات. نعم، جميل. أجيبوا عن التمرين رقم 5 في الكتاب صفحة 127. دقيقتان. نعم، قصتك جميلة، عجيب. نعم، هل تقول في القصة أن الفراشات في شجار؟ كلا، نحن لا نحب الشجار، نحن نتعاون ونحب أن نعيش مع أحدنا الآخر، لا نتشاجر. نعم، أحسنتم. إذن هيا لنحكي القصة. كان يا ما كان، في قديم الزمان كانت هناك مجموعة جميلة من الفراشات تطير وتغني. مرحبا يا أصدقاء. نعم، هيا نتأكد أولا من العد. 1، 2، 3، 4. إذن كانت هناك 4 فراشات على الزهور تغني وتمرح وترقص، وانضمت إليهم 4 فراشات، وانضمت إليهم 3 فراشات أخرى. لنتأكد. 1، 2، 3. أحسنتم. إذن انضمت معهم 3 فراشات، فأصبح العدد الكلي الآن كم فراشة ترقص وتغني بجانب الزهور؟ نعم، لنتأكد. 1، 2، 3، 4. نعم، 5.
أحسنتم؟ جميل، 7، يا سلام. إذن أصبح العدد الكلي للفراشات 7 فراشات. إذن أصبح العدد الكلي للفراشات 7 فراشات. أحسنتم، 7 فراشات. هل كتبتم العدد 7 بهذا الشكل؟ نعم، انتبهوا، فالعدد 8 يختلف عن العدد 7. ممتاز. إذن هل تستطيعون أن تعدوا معي الفراشات على خط الأعداد؟ هيا هيا. نعم، أحسنتي، ممتاز، أحسنت. إذن 4 فراشات، كان يا مكان في قديم الزمان 4 فراشات على الزهور. 1، 2، 3، 4 انضمت إليهم 3 فراشات أخرى. نبدأ من 4، 5، 6، 7. أحسنتم، فأصبح العدد الكلي، لا أسمع، نعم 7، يا سلام، 7 فراشات. نعم، انتبهوا، هل بإمكانكم الآن أن تستمعوا جيدا وتحكوا لي قصة عن عدد قطع النقود؟ سيضع هذا الولد وشقيقته قطعا نقدية بداخل الصندوق. يريدون منكم الآن، هم يتحدونكم، يريدون منكم أن تستمعوا جيدا وتحكوا قصة عن عدد قطع النقود. اتفقنا؟ لا تنسوا سجلوا في الورقة أو ارفعوا أصابعكم كم قطعة سيضع كل منهما. اتفقنا؟ هيا ثم اكتبوا عدد الكلي، ثم أريد منكم أن تكتبوا العدد الكلي لقطع العد. اتفقنا؟ لقطع النقود. اتفقنا؟ إذن أولا سنبدأ مع الولد، هيا استمعوا جيدا. هيا دور الفتاة. نعم، ركزوا جيدا. إذن هل أكملتم كتابة العدد الكلي؟ جميل، يا ترى كم قطعة نقدية وضعها الولد بداخل الصندوق؟ ربما سنتأكد. والفتاة؟ إصغاؤكم جيد، جيد جيد. إذن هيا هيا لنتأكد الآن، العدد الكلي 1. إذن سأخبركم أولا بقصة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ولد يأتي كل يوم ويضع في الحصالة قطعا نقدية، وتأتي أخته وتضع أيضا قطعا نقدية. يا ترى ماذا يريدان أن يفعلان بهذه الحصالة أو الصندوق؟ نعم، ربما سيتبرعون بالقطع النقدية لإحدى الجمعيات الخيرية، وأيضا ربما سيعطونها هدية لشخص محتاج. أحسنتم، أو نعم ربما سيشترون شيئا يريدانه. إذن عدد القطع النقدية 8 قطع نقدية. أحسنتم، فالولد قد وضع 3 قطع نقدية، 1، 2، 3، والبنت وضعت عددا يزيد على الولد، أكثر من الولد، فوضعت 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم، فأصبح المجموع، هيا لنعد مع بعضنا البعض، 1، 2، 3، 5. أحسنتم، نكمل، 5، 6، 7، 8. أحسنتم، ف8 قطع نقدية. ممتاز. إذن أطفالي الحلوين، أنتم تستطيعون العد والجمع أيضا. أحسنتم، أنا فخورة بكم. أريد منكم أن تتدربوا بشكل أكبر وترجعوا لكراسة التمارين صفحة 50 لحل المزيد والمزيد من التدريبات. اتفقنا؟ وبذلك أطفالي الحلوين انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى بأنكم استفدتم وتعلمتم الكثير. إلى اللقاء، مع السلامة.